استقبل معالي السفير حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي سعاده السيد موسى عبد الله النعيمي قنصل عام مملكه البحرين في جده والذي قدم لمعاليه اوراق اعتماده كمندوب دائم لمملكه البحرين لدى منظمه التعاون الاسلامي في جده واكد المندوب الدائم لمملكه البحرين لمعالي الامين العام على دعم مملكه البحرين لجهود المنظمه من اجل تحقيق اهدافها المنشوده مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه المنظمه في الدفاع عن قضايا الامه الاسلاميه في مختلف المجالات كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين مملكه البحرين والمنظمه على جميع المستويات